تفضل استاذ. السلام عليكم، السلام عليكم، رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده مع شيخنا ضيوفي لهذه الحلقه الاستاذ مثنى الهلالي. مرحبا بك. اهلا وسهلا مثنى، ضيف عزيز على برنامج شيخنا، وان شاء الله رمضان كريم عليك وعلى العائله الكريمه. الله يسلمك. كما ارحب بالاستاذ نوفل الصلال، رمضان كريم عليك وعلى العائله الكريمه، وان شاء الله نتحدث في محور هذه الحلقه اللي هي كيفية إعادة الحياة إلى المدينة القديمة. بالتأكيد عندكم أنتم عملتم المنظمات وقدمتوا الكثير لأهلكم في الموصل وخاصة المدينة القديمة، قدمتوا الكثير. بس اسمحوا لي قبل ما يعني ندخل في محور الحلقة يعني نتحدث قليلا عن رمضان، أجواء رمضان، وإحنا حاليا في أجواء رمضان. يعني تتذكر رمضان بالطفولة أستاذ نوفل؟ في بداية أمر نشكركم على إقبالنا، ورمضان مبارك علينا وعليكم العافية. أجل إن شاء الله. إن شاء الله العام كل سنة بخير، وإن شاء الله رمضان القادم نشوف أهلنا والمدينة القديمة راجعين إن شاء الله كلنا الجارة. طبعاً رمضان فرصة يعني فرصة خاصة وبيئة روحانية وبأمور تختلف الباقي أيام السنة. أكيد أكل تعاون، أكل العادات اللي ما تنمحي مهما يعني تغيرت الامور، انه يعني بيت الطابخ طبخه يتوصل الجار، الجار الثاني، فاكو تعاون. لين شو وقت بديت الصيام انت؟ والله اكيد احنا يعني من وعينا على الدنيا من الطفوله تقريبا، من الطفوله اكيد احنا ما كنت تزاغل شوي؟ والله اكزمك اكزمك، بس يعني لا احنا من وعينا على الدنيا بالاخص يعني اهل الموصل يعني جاي تشجيع يكون، ويعني حتى ترغيب في ترغيب. ذكر يقول استاذ فن حتى الاطفال يعني بس شغله مو شغله يعني واعز دين، وانما شغله غيره بين الاطفال ايضا. اكو كان غيره بعض الصيام الاطفال مع المدرسه يخلي خبز بالشنطه. صحيح. لا والاطفال يعني ذك استاذ فن يعني غيره يعني انا مثلا اروح للمدرسه هذا اليوم صايم لازم اني هم اصوم. طلع لسانك يشوف. بالضبط. واحد ورمضان مبارك رشال يعني كان استاذ محمود انت العفو مسمى عندك بالتاكيد ذكريات. اي اكيد اكيد. اول شيء السلام عليكم، رمضان كريم علينا وعليكم، ان شاء الله ينعاد بالخير واليمن بالبركات ان شاء الله. ان شاء الله رمضان الثاني الجاي ان شاء الله هذه الموصل القديمه والايمن كله راجعين على بيوتهم، هذا امنيتنا وامنيت كل واحد بالعراق وبالاخص بالموصل. اجواء رمضان قبل حيل حلوه كانت، كانت الاهالي تشجع الاطفال على رمضان انه اكو ترغيب. اكيد اكيد، يشوف الطفل يشوف ابوه يشوف امه يشوف الاهل بالبيت كلهم صايمين يصير عندنا نقصه اذا ما يصوم معاهم. الاهل كانوا يعطونهم يعني الحلويات يجيبونهم يطلعونهم معاهم قبل بالليل، اجواء رمضان بالليل حيل مستوى طيبه، القازينوات، الشيخانات، الاهل، الاقارب، الجيران، تصير يعني حيل لما حلوه. قبل الشباب يقعدون يم بالحوش مثلا واحد من الجيران ويسهرون للصبح الى السحور. اكيد. وسوالف وضحك كانت يعني رمضان كل ايامه كانت حيل طيبه يعني مباركة. يعني مبارك فعلا مبارك وخير رمضان. ما كنت تزاغل بصراحه؟ لا لا ابد ما زاغلنا. واحنا تعلم تصير غيره بيناتنا احنا الاطفال كانت. وغير انه شلون لا صايم انا ما صايم، اذا صايم مفطر هاي ثاني يوم لازم اصمم على الصيام. طبعا الله يديمها ان شاء الله على العراقيين وعلى اهلنا واهل الموصل، ورمضان كريم عليكم وعلى عوائلكم الكريمه. عليكم ان شاء الله. يعني اسمحوا لي ندخل في محور حلقتنا اللي هو كيفيه اعاده الحياه الى المدينه القديمه. يعني اغلبكم عمل بالمنظمات وقدم واشتغل في ظروف رمضان وغير رمضان، صيف وشتاء، قدمتوا لاهلكم الكثير. استاذ نوفل حدثني يعني عن المدينة القديمة تأثرت بسبب الحرب كثيرا، وانت بالتأكيد شفت أضرارها ودخلت داخلها، شنو شعورك وانت تشوف؟ والله ما الشعور اكيد ما يصف، يعني الشعور بالألم وبالضيمة اللي في الأيام القديمة. يعني القديمة حسب يعني الإحصائيات ولو الغير رسمية 100% يعني نسبة الدمار كمدينة قديمة أكثر من 90% كمدينة قديمة. واعتمدت المشكلة يعني حتى في البرلمان كما محافظة ومدينة منكوبة، مدينة الموصل منكوبة. لكن المشكلة احنا يعني هسه رابع سنة على التحرير، حبينا من السنة الرابعة لحد الآن يعني إعمار حقيقي من الحكومة للمدينة القديمة ما شفنا الصراحة.
يعني احنا طبيعي احنا وغيرنا من منظمات مجتمع مدني او الفرق التطوعيه او الاغاثيه، احنا يعني شيء ضمن المحدود وضمن امكانياتنا التطوعيه البسيطه الصراحه، يعني ما تعاد هذه يراد لها امكانيه وميزانيه الدوله. نتامل ان شاء الله وندعو من الله، يعني ان شاء الله اهل القديمه ان شاء الله يعيدون ببيوتهم ان شاء الله، نتمنى يعني نتمنى هذا ان شاء الله. استاذ المثنى يعني نقول الكثير من يعني اصحاب الدور العوائل رجعت الى يعني دورها حتى لو كانت متضرره، استدان مبلغ من صديق من جيران من اقارب ورجع شويه يعني البيت ورجع الى مكانه الى بيته. زين هم ما تحتاجه من خدمات هذه؟ الخدمات جميع الخدمات تحتاج. اليوم مصر القديمة قبل كانت الرغيف النينوي لموصل القديمة، من محلات من أسواق من دكاترة من صيادلة من تجار، يعني كانت ماشية يعني نينوي بأكملها، وتطلع كانت أغذية ومحافظات كانت تطلع إنتاج الموصل كله كان بالقديمة، كان أكو مخازن بلاستيك، مخازن جميع أنواع الشغلات المنزلية كانت من مخازن بالقديمة، كانت تجيها من القرى ومن الأرياف. أكيد أكيد القرى والأرياف فيها تجار حقق على الموصل القديمة قبل سرج خانة دواسة الباب الجديد، كل هاي المناطق القديمة، مناطق قديمة اليوم لازم ترجع أهاليها. نعم إن شاء الله. إنه الحكومة لازم إنه تعمل عمل جد إنه ترجع هاي الناس مكاناتها، الناس تعبت، الناس غير مناطق وعدها إيجارات وعدها مصاريف والوضع الراهن، وضعية الأيام راحت كانت أيام كورونا وإيجارات وأطفال مدارس انتهت، يعني فدنوا بالتعليم داخل نينوى وأغلب أنواع نينوى انتهى التعليم، أنتوا لازم نرجع الموصل القديمة لمكاناتها. لازم عفوا أستاذ نوفل، يعني أنتوا عملتوا بمنظمات، عملكم كان يوازي حجم الضرر اللي يعني العفو أكيد لا العفو يعني حجم الضرر اللي ضررت المدينة وهذا منظمة مجتمع مدني فرق تطوعية، يعني إذا عن فريق واحد إحنا من عشرات الفرق اللي موجودة بالموصل، يعني قدرنا بالمدينة. انتم تعملون بالمجان يعني حسب ما سمعت؟ بالمجان، كل تطوع مجان، يعني تبرعات من الناس خيرين، احنا مجرد علينا الاداره نطلع نكشف الحاله. نعم. ونشيك وكل حلقه توصل بين المتبرعين وبين الناس. نعم. المستحقين توصلون للامانه نوصل ونشرف على البناء، يعني انا شخصيا يمكن ثلاث او اربع بيوت كملنا بالقديمه. الاخ مثلنا كذلك، بس هذا ما يوازي يعني ما يوازي حجم الضرر الدمار الموجود. احنا المشكله اللي موجوده العفو استاذي، يعني المشكله اول شيء الفقر بالموصل التعويضات، يعني احنا المشكله فقره التعويضات بالموصل، الدمار اللي موجود بالقديم ما يعني التعويضات اللي تجي ما يوازي الدمار اللي موجود الصراحه، معاملات آلاف المعاملات موجودة جابت التعويضات اللي حد الآن تنتظر، فهذه لو أكو نسبة بسيطة من التعويضات ممكن الناس ترجع تعتمد على نفسها وترجع، يعني هسه منتهية بالإيجارات والصعبة وبالمخيمات. والله كريم إن شاء الله. طيب لا الحكومة كذلك، الحكومة إنه دا تأمل المواطن إنه أكو تعويضات، هسه المواطن متأمل إنه أكو تعويضات، لا هو قطع الأمل ورايح شايف له مكان انه يجيب مبالغ حتى يسوي بيته، ولا هو الحكومه مطيته وكمل بيته، كل بيت بالقديمه راح له شهداء وضحايا الى حد الان، هاي الضحايا ما حد من الحكومه انه انصفهم وقدم لهم يد العون، لا من نواب نينوى ولا الحكومه المركزيه، الحكومه المحليه ما بيدها شيء، القرارات تجي من بغداد، الحكومه المحليه تعرف حجم الخسائر والاضرار اللي صارت بالموصل. نعم. وبالاخص موصل القديمه. نعم. انه لو تنطيها هاي المبالغ مالتها ما يبقى، يعني كل واحد يسوي بيته ويرجع لبيته وترجع الموصل احلى من قبل، لان طيب راح يفتح عوده اسواق باب السرايش ترشخانه بعض المحلات الاخرى كافيه لعوده الحياه الى هذه المدينه؟ اي كافي، اذا فتحت اليوم وغدا يجي جيران والبعد والبعد يجي وكلها راح تلتم وواحد يسمع الله، اكيد الناس راح ترجع. نعم. بس انه يراد لها تشجيع من الحكومه حتى اذا ما كان مادي. يعني شنو نوع التشجيع؟ معنوي، لو يسوون لهم الشوارع، يسوون لهم الارصفه، يسوون لهم اناره، يسوون لهم هاي الحياه البسيطه. عفوا استاذ، يعني حتى مو تشجيع، يعني قد سنعرف الحكومه ايضا الازمه الماليه والازمه كورونا والازمه الاقتصاديه شويه صعبه، اكو سن قوانين او تشريع قوانين هي اصلا موجوده بما يخص ايضا شركه الاستثمار،
يعني ممكن اكو كثير من الشركات حتى مو شركات عالميه شركات محليه فقط يعني تشريع قوانين الاستثمار بيئه الاستثمار ممكن عشرات او مئات الشركات الاستثماريه ممكن تستثمر القديمه اهالي راح يتعوضون اقساط وترجع جماليه بس يعني ما اعرف يعني الحكومه لا تتعوض بالضبط ولا تشرع قانون يسهل الناس تقدر تساعده طيب كذلك المواطنين اللي هسه اكو ناس متمسكة بعادات وتقاليد أجداد أجدادها هسه لو تنطي كذا مبلغ من المال إنه مبلغ خيالي إنه يبيع البيت مالته أو الأرض مالته ما يبيعها من بذكر وللعلم هو يعني حالته المادية تعبانة تحت الصفر إذا ما قاعد بإيجار قاعد بمخيم وهل المخيم كلنا عارفوا شلون وضعهم فالنار تعبان بس هو متمسك بعادات وتقاليد إنه ما يقدر خلاص ما يقدر يبيع البيت مالته وأكو بيوت 30 متر أو 40 متر يوم من جت الحكومة وشالتها هاي كلها إلى حد الآن أكو ناس ما تعرف القاع مالتها وين صارت طلعت يعني طلعت الملامح طلعت الملامح لازم الحكومة إنه تعمل عمل جد وتقدم يد العون لهاي الناس الفقراء العفو يعني أضيف الكلام أستاذ مثنى شغلة تضع الملامح هذه نقطة فنية وهندسية يعني قبل ورشة قبل فترة عليها احنا عندنا مناطق في القديمة مثل منطقة القليعات والميدان الأرض ما كانت أرض مستوية كانت أرض عبارة عن سفر فكانت يعني مثلا المسافة أو الطول خلينا نقول المئة متر قد يكون كان فيها مثلا 12 بيت حاليا بعد عمليات التجريف وعمليات تنظيف الاراضي صارت مستويه ال 12 بيت ما تقدر تجيبها على نفس مساحتها يعني هذه مشكله كارثيه صح فهذه يعني مو بس اعمار يعني اسال رجعت كل ما عوضتهم هذول ال 12 بيت يرجع كل واحد يريد يكمل يريد المساحه قد المساحه ماله ما تكفي ال 12 تكفي 800 لان كان بناء تقريبا يعني شبه مائل يعني كان في زاويه يعني هاي الرد تدخلات يعني انا اشوف ان شغله الاستثمار والتشريع القوانين تشجع على الاستثمار يعني مبسطه يعني تقصد قوانين مبسطه مسهل سهل اول شيء تنطي الامان للمستثمر وتضمن حقوق المستثمر بيئه جاذبه بيئه جاذبه وفيها مجال استثمار بس القوانين والتشريعات صراحه غائبه حاليا طيب يعني احنا التقينا ببعض الناس من اهالي المنطقه القديمه يقولون يعني عوده الاطباء المشهورين اللي كانوا عياداتهم معروفه صيدليات مختبرات اكو محلات مهمه اذا رجعت ممكن راح يصير شويه حركه اكثر اكيد هي كلها نقاط جذب اكيد يعني احنا يعني اتذكر انا ايام اشهر رمضان اللي قبل داعش يعني انا حكم يعني قرب سكني على المنطقه القديمه يعني قبل الفطور بساعه ونص ما اقدر الا اجي للقديمه اكيد فر بالسيارة على باب السراي أنزل فر بسيطة وأرجع نازل يعني ما أقدر كانت منطقة حيل يعني فيها روح الموصل بدون القديمة مو موصل صراحة مو موصل صحيح والله لازم الحكومة إنه تعمل عمل جد إيش قد ما راح نشتغل إحنا ما نسوي 1% مثل ما توقيع من الحكومة توقيع إحنا مجرد إحنا منظمات مجتمع مدني إيش راح نقدر نقدم إذا نقدم ما نقدر نسوي بيوت إذا نقدم سلة غذائية إذا نقدم علاجات الشغلات البسيطة وإحنا مو من أخو داعمين أيضا تأكيد. ناس خلف الله عليهم بس ما يريدون تظهر اسمهم بالضبط ما يريد نهاية ما يريدون أظهر اسمهم الحمد لله أنا عندي تقريبا 12 دكتور دا يشتغلون بحالات المجانية هسه على التليفون هم مختبراتهم علاجاتهم دكاترة يعني على مستوى هم يقولون إنه نظهر اسمهم دا يشتغلون بحالات المجانية وما متوقفين لازم الحكومة شوي تشجع الناس المواطنين انه تسوي لها الشوارع يقول لك يعني الحافز اللي يرجع الناس هو دفع مبالغ التعويضات بالضبط انه وهذا يعني استاذ نوفل طرحتم شويه يقول اكو تاخر لدفع هذه المبالغ للناس والناس تعرف يقول لك انا اريد تجيني مبالغ حتى ارجع استاذ احنا الميزانيه اللي قروها قبل فتره واللي لغت هاي الميزانيه ترى قريه بغير محافظات ما تقبل بهيك ميزانيه ليش الموصل تقبل ب 32 نائب عندنا لازم انهم هم يقفون وقفه رجل واحد ويطالبون الحكومه ليش الموصل على قد ايش سووها منكوبه كان خلوها على وجهها موصل طلعت من الحرب وخلاص الموصل منكوبه البرلمان اقرها انت من منكوبه لازم نفس الشهر تجي شركات تشتغل
احنا اذا كل جسر نسويه 4 سنين و5 سنين الى متى راح ترجع الموصل القديم ويرجع الناس تبقى المعاناه اذا حد الان اكو ناس خارج العراق تريد ترجع يعني حبت انه طلعت زمن داعش هسه حبت تريد ترجع هاي الناس شو راح ترجع على هالوضعيه وعلى هاي الاخبار اللي دا يشوفونها انتهاكات حقوق الانسان والاطفال ويتامى انا اعرف رجال شخص واحد السعيره عنده اخوته 5 راحوا يعني كانوا منتسبين اخذهم داعش خمستهم هو هسه سايق تاكسي وخمستهم عنده اطفالهم كلها زين هذا الشو راح يتحمل كل المسؤوليه هو متحمل كل المسؤوليه مال عوائلهم يعني اطفال اكو اطفال هسه يبيعون كلينس لكن انا طلعنا الحاله انه ايام الحظر ما ياكلون يابا ما يقدروا يمدون ايديهم لان ابوهم كان منتسب عندهم عزم عيشتي يوم بيوم بالضبط انه حظر التجوالي كان يصير بايام السابقه كان تاثر على المواطن الفقير كون انه قاعدين ايجارات وحالتهم يرثى لها موصل قديمه بالايمن بالزنجيري بالمعامل بشارع 60 بيوت فوق حي النهروان بيوت رجم حديد بيوت فد نور تعبانه انت لازم ياكل شيء من الحكومه انه شويه يشجعهم على استمرار بال مو بس هذا يعني تعرف انت من يصير اعمار للمدينه القديمه يصير نقول انت تتفق معي بهذا راح يصير فرص عمل للشباب فرص عمل للشباب العاطلين الجار يشتغل البنا يشتغل البنا يشتغل كل الحياه راح ترجع اذا رجعت القديمه كل الحياه ترجع وما يراد لها مبالغ يعني ضخمه مثل ما تفكر الحكومه ومبالغ طائله لا اعوضهم ما انطي كامل انطي نص هذا ابو البيت من ذا شاف عنده نص يعني مبلغ يمشي راح يضطر انه عنده فلوس او ياخذ سلفه من شخص اخر ويكمل بيته واحد شوي 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 ترجع الموصل القديمه خلينا نشوف راي استاذ نوفل يعني السؤال موجه اكيد اكيد يعني التعويضات او اي حمله اعمار باي مجال اكيد فرص عمل للشباب واحنا المشكله يعني البطاله والعطاله اللي عندنا يعني كارثيه الصراحه يعني احنا كثره الشيخانات ما طبعا هي علامه من علامات البطاله الموجوده طبعا ولو برنامجنا الشيخانه يعني الشاب لو عنده عمل وعنده شغل زين او حتى يعني طبعا يعني حتى بعد الدكتور حتى بالرمضان ما اشوف الشيخانه بس الشياب ما شاء الله يعني يعني قبل رمضان الشيخانات يعني كلها شباب بالضبط شباب الصراحه وتتالم من اشوف هيك واقع فهذه هي هاي علامه من علامات البطاله احنا اكيد الاعمار اذا صار اكيد يعني فرص عمل كبيره للشباب وشبابنا مندفع وشبابنا واعي وينتظر بس الفرصه بس اكيد هي كل هالامور بيد الحكومه التشريعات او التعويضات هذه الامور أدرى أنا بقاطع أستاذ نوفل الأستاذ كثر بعض الطلاقات صارت الفترة الأخيرة يعني طلاق يعني كثرة الطلاقات الأرقام خيالية داخل نينوى يعني تروح على المحكمة وتطلب من عندهم نسخة من العدد الكلي ما طلاقات راح يعادل الزواج وقاطات يعني هاي كلها سببها البطالة البطالة دمرت المجتمع دمار يعني أستاذ نوفل نوفل الصلاة إحنا شاكرين يعني حضورك في إنجاز هذه الحلقة رمضان كريم عليك وعلى العائلة الكريمة ألتقيكم دائما على خير والله يبارك فيكم جهودكم شكرا جزيلا فرصة سعيدة وأسعدنا وجودنا معك وإن شاء الله إن شاء الله رمضان الجاي وعيد الجاي إن شاء الله بالقديمة وعفروع القديمة والدفة القديمة إن شاء الله الأستاذ المثنى الهلالي شكرا جزيلا بارك الله فيك رمضان كريم عليك وعلى العائلة الكريمة علينا وعليكم إن شاء الله رمضان خير وعلى العراقيين جميعا شكرا إن شاء الله إن شاء الله الموصل ترجع والعراق يرجع وأمن وأمان واستقرار هاي أمنية بالحياة فقط ما نريد نشوفكم دائما على خير بارك الله الحمد لله انه ان شاء الله نتامل في يوم من الايام ترجع الموصل وترجع المجاري والحمد لله ان شاء الله شارك كلام فاصل قصير ثم نعود كرامة اهلا بكم من جديد ارحب بضيوفي الاستاذ محمود الموصلي رمضان كريم عليك وعلى العائله الكريمه ان شاء الله رمضان خير وبركه على الجميع ان شاء الله اهلا وسهلا بك بك اكثر وشرف رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الشعب العراقي
وبالخصوص الشعب الموصلي، وإن شاء الله نلتقي دائما بكل رمضان على وجوه الطيبة. شكراكم إن شاء الله، العراق بخير وأمان وصحة وسلام إن شاء الله. كما رحب بضيفي الأستاذ مشتاق الجبوري، رمضان كريم عليك وعلى عائلة كريمة، إن شاء الله رمضان خير وبركة دائما علينا وعلى أمة محمد إن شاء الله. أستاذ ربي يحفظكم إن شاء الله. أستاذ يعني إحنا محور حلقتنا كيفية إعادة الحياة للمدينة القديمة، أنتوا عملتوا في منظمات يعني بشكل تطوعي محبة بهذه المدينة، وبالتأكيد شفتوا الضرر الموجود وحاجة المدينة إلى أعمار، لكن قبل اسمحوا لي نعرج شوي على طقوس رمضان، أيام رمضان كلنا يعني عايشين في هذه الأجواء. أستاذ محمود، رمضان بالموصل يختلف شوي عن باقي المحافظات الأخرى حسب ما يقولون شيابنا، يعني صحيح. يعني شوي العلاقات أمثل، المزاعلين الصالحون، العوائل تزور بعضها، الناس تروح بعد الإفطار على التراويح يروحون على الشيخانات. تتذكر من هذه الأجواء؟ طبعاً ذكرتني بأحلى أيام. حلو. يعني أيام أيام الطفولة، خلينا نقول الأيام اللي كان فيها التسامح، كان ما تعرف جارك إذا كان مسيحي أو إذا كان صابئي أو إذا كان أكو تعايش، أكو تعايش وتعايش سلمي، وما نعرف إحنا وكنا أطفال نلعب، يعني ما خارج هاي الأمور اللي جاية تحيط بينا حاليا. قبل كان الناس لهم بيناتهم صلة رحم وأكو تواصل، بساطة محبة، طبعا بساطة، وكان كلها تتقاسم وجبة الفطور بيناتهم. يعني أتذكر إحنا أطفال، ذكرتني بأيام حلوة طبعا ما تنسي، مخلدة إحنا عايشينها هسا، متعايشينها، ولكن أيام الطفولة يكون له طعم خاص. رمضان أتذكر والدتي الله يرحمها، وأتذكر تجهيز الفطور، وأتذكر المن راح أودي. شوف هاي أستاذ محمود، يعني المرأة برمضان من الساعة 12 تدخل إنذار إلى الفطور، شوف عصبية وتعبانة طبعاً وتفتكر شغلات طبعاً، يعني الضغط اللي موجود عليها، وهذا إحنا ما نشعر به كنا تأكيد، فبعد احنا علينا جاهز صح. احنا نيجي نتجاهز، بس احنا من كبرنا وتحملنا المسؤوليه وصارت عندنا عوائل واطفال، حسينا عرفنا شنو قيمه الضغط اللي كان ذاك الوقت على الوالده الله يرحمها. الله يرحمها. وبنفس الوقت كان والدي اسير الحرب الايرانيه العراقيه، فما كنا عايشين دور الابوبه بعد ما انه جاء، كانت هي امه، هي الام وهي الاب. استاذ محمود، انتم كفرق تطوعيه يعني بارك الله بكم تعملون بالمجان اكثر، يعني خدمه لاهل المدينه، محبه بهذه المدينه، تدخلون تساعدون الناس من خلال خيرين الله يبارك فيهم، فتشوفون حجم الضرر، شو كنتوا تتعاملون مع هذا الضرر، مع هذه الناس المتعبة اللي بحاجة إلى كل شيء؟ أستاذ سؤالك جميل، أنت أجمل طبعا، الله يسلمك. الحجم اللي الضرر الموجود، ما تقدر أي فرق تطوعية أو كناشطين أو يعني أنه يقدرون، إحنا مجرد أنه نساعد الناس على قوة يومها، كيف اليوم انه حجم الضرر في مدينة الموصل القديمة حجم كبير ويدمي القلب. المشكلة انه وقر قانون في مجلس النواب على انه مدينة الموصل مدينة منكوبة، وتعرف هذا القانون في كل دول العالم، في كل دول العالم اجمع انه الموصل القديمة هي، والموصل بحد ذاتها بجانبها الايمن والايسر هي موصل مدينة منكوبة. اليوم احنا كيف نقدر نساعد؟ عن طريق الخيرين والمتبرعين، وعن طريق الناس الشريفة انه احنا نقدر نساعد هاي الناس. طبعا الجهود بسيطه، احنا اللي جاي، احنا جاي يعني مثل ما يقول تخففون بعض الشيء من الام الناس، هذا الكلام اللي اريد اقوله، ولكن الفاجعه حجم الالم اكبر اكبر اكبر. يعني احنا جاي ناشد ومن كل المكانات ومن منبركم الحر، انه احنا ناشد الحكومه كافي التفاته، هاي اليوم 4 سنوات لحد الان جسور في مدينه الموصل نعاني عبر من الايسر وكانما انا عابر الى دوله ثانيه، فهاي مشكلة انه احنا جاي نشوفها راح تبقى ازلية، ولكن بهمة الناس الغيارة وطيبين وشرفاء انه بدت الموصل تبدا بالعافية مالتها، وان شاء الله التغيير ان شاء الله. طيب استاذ مشتاق، اهم ما تحتاجه في المدينة القديمة برأيك، يعني شنو احتياجاتك حتى تنهض من جديد؟ استاذ والله يحتاج الى تعمير، اول شيء التعمير احنا يحتاج له حتى الناس ترجع بيها، تصير بيها حركة بالايمن، مثل الاطباء، للصيدليات، لجماعه باب سرايا هالملابس، تعويضات لو يروجون المعاملات مالهم مال التعويضات، واهم شيء التعويض، اهم شيء التعويض حتى الناس ترجع تعمر. يعني هسه انا عندي محل اعمر، الاخر راح يجي عمر الاخر، تصير حركه بالايمن،
كلها يعني شيء هذا احنا نريد ترويج المعاملات مالنا. تعرف يعني اكو لحد الان المحلات مغلقه يعني اصحابها راحوا على يسار. تمام. يعني هذه المحلات كانت عجب الناس وحركه واسترشغال من شارع النجف وغيرها من الشوارع المهمه. نعم استاذ. يعني كانت تعجب الناس كل الايام يعني شتاء صيف رمضان. فكانت اكو حركه كبيره. كان حركه كبيره هسه ماكو مهدومه رايحه كل مره اريد احنا نريد تعمير هسه احنا نقارب من النواب احنا مالنا. نعم. نواب الموصل كش مع السوق. نعم. هاي التعمير هذا هسه تبع المطر القديمه شوف. فيها اللي احنا فيها جيت تبع تشتغل ريحه جوا ننقاض فيها وناس تعبانه شباب بطاله شوف شيخانات مليانه شباب بطاله يريدهم اللي بينهم شغل عاطين عمل هسه اعطيك 800 شباب بطالين. طيب استاذ محمود عوده اسواق باب السراي استرشخال بعض الاسواق المهمه يعني على الرغم من انه مو كلها لكن عادت القليل من يعني هذه تعيد الحياه اذا رجعت الاسواق الاطباء الصيدليات تعيد طبعا الحياه طبعا هذا مشروع ولكن مو 100%. نعم. الاسواق اذا رجعت انه فتحت مدينه الموصل ورجعت الحياه هذا ما يغني انه كيف اليوم اجي انا كبيت مهدم. نعم. تعيد الحياه في زقه الموصل راح تلقى انه السوق تلقائيا هو راح يفتح. ان اليوم انا كتاجر او كصاحب بسطه او اليوم شلون كيف انه اني ابدي بمشروعي؟ هل يا ترى هل ممكن انه اني افتح محل او اسواق تجاريه بمناطق مهدمه؟ ما اقول لا. احنا اليوم اذا بنينا الاساس هذه الحركه التجاريه راح تبدي وترجع مثل قبل وانشط. نعم. اليوم المدينه خاويه من اهلها يعني العفو خادم استاذ نوفل عفوا عذرا لقاطعك شوي قال كانت اكو ورشه عمل على المدينه القديمه حتى بعض ملامح شوارعها بيوتها ضاعت. طبعا صحيح صحيح طلعتوا في احنا بمنطقه الميدان انا ما اعتقد الميدان وقلعه فاكو اكو يعني شلون تقول اكو بيوت اعلى وبيوت هذه منطقة مرتفعة عندما تهدمت واستوت على الأرض وصارت الأرض مستوية هنا راح تصير مشاكل بالبناء يعني اليوم أنا كيف إنه أنا بيتي كل ما ضيع القطعة ضيع القطعة الخاصة بي وهي كمنطقة أثرية غابت المعالم الأثرية بها يعني حجم الدمار خاصة في منطقة الميدان والإقليعات كبير يعني يمكن ما يخفى عن قناة الموصلية اللي أكثر من مرة واكبت الحدث هناك احنا دا قلت لك الرجعة للحياة وكيف انه انا اخلي الناس انه ترجع الحياة هو اعمار الدور وبالاخير التعويضات مش التعويضات التعويضات اللي احنا نعم احنا هذا التعويضات والتعمير حتى يرجعون الناس الشو نعم يعني كلهم ظلمت استاذ محمود كلهم قاعدين بريسر قاعدين بريسر كلهم بيوتهم غالية ما تقدر يرجعون علينا بيوتهم مهدمة يعني هسه انا مثل واحد يشتغل 10,000 دينار وجاره 300,000 ما يطيق ايش يرجع صعبه الظروف عنده اطفال وعنده مريض استاذ انا تعبان يعني عندنا ابسط حاله انا جاري اللي هو بشار اوجه له التحيه تحياتنا رجل صامد انا اعتبره لحد هو اخوه انور دلقزدي هذول عائلتهم كلهم استشهدوا بالحرب الاخيره بقوا اخوان اثنين ساكنين ببيت ورجعوا حياتهم العزابيه خلينا نقول احنا فالله يرحم الله يرحمهم ويتجاوز عنهم 28 نفر اللي بقوا هم منهم نفرين لحد هاي اللحظه ولا راتب ما اطلق لهم فالناس جاي يشتغلون ببسطيات وامورهم حيل تعبانه هذه وحده من الاف الحالات اللي موجوده بمدينه الموصل فاحنا كيف نشجع اليوم الحكومه بانه الحكومة لها حلول، احنا ما عندنا حلول، احنا الحكومة هي ابو الكل يعني. الحكومة اليوم المفروض تنزل للشارع. استاذ محمود انا هسه عندي عائلة بالمطاحن قلت لك عليهم خريجة هي خريجة. ابوها ميت ورجلها ميت وعندها ثمانية ويا اهلها وعندهم معاقين وقاعدين بيت هيكل. اوعد تصرف عليهم يوميتها 10,000 دينار، يوميتها 10,000 دينار. هي خريجة تعيينات احنا نطالبها، ما هسه خريجين طالع شوفوا عايبيع مية او عايبيع كلينيس. وشوفوا خريجين احنا مريد تعيين للخريجين الشباب اللي قاعدين. طيب استاذ مشتاق نعم يعني رايك اعاده الشوارع الداخليه الافروع الازقه نعم. خدمات ترجع شويه اكثر بقوه مدارس جوامع هذه تساهم بعوده الحياه في المدينه القديمه؟ نعم شلون تعاود نعم استاذ هنا اكو تبليط اكو منارات اكو تعمير مدارس وجامع او البيوت راح تصير حركه بها العالم ترجع نعم استاذ سيدي حركة هذا جزء بسيط من عودة الحياة يعني جزء بسيط خدمات الأساسية هاي يكون استقرار خدمات الأساسية طيب أستاذ محمود يعني ذكر قبل شوية أستاذ مشتاق بخصوص
فرص العمل للعاطلين والخريجين. تعرف يعني تشوف تقترب الشيخانات عشرات الشباب كل راس فرع واقفين مجموعة. هذه لو أكو عمل أكو فرص عمل يمكن تتغير الكثير من المشاكل. تنتهي يعني أكو عمل للشباب أكو باب رزق. يعني في حال أنه وجدت معامل مصانع شركات قصدك القطاع الخاص. نعم. تفعيل القطاع الخاص. احنا بمعقل العاطلين عن العمل اللي هي من فحو برنامجنا اللي هي الشيخانة. احنا يعني انا خلال زياراتنا اوجه له التحية الساد نوفل العبيدي مدير شركة الألبان مدينة الموصل. احنا كفرق تطوعية شجعنا احنا جاي نشجع اي انتاج وطني اليوم حتى جاي خلال صفحاتنا الشخصية انه احنا ننزل لهم بوسترات ومنشورات انه ندعم الانتاج الوطني. اليوم الحكومة اذا ارادت انه تقضي عن اذا كانت جادة في انه تقضي عن البطالة في مدينة الموصل وفي العراق كامل تفعيل القطاع الخاص. احنا اليوم ما كله الا ظهير قوي للقطاع طبعا لها. احنا ما كل شيء الا وظيفة ما كلنا مباشرة. اكو قطاعات انه انا ذاني اعمل بها تغنيني انه انا اكون موظف. بالعكس يجوز حياتي تزدهر اكثر. ولكن احنا تفعيل القطاع الخاص جذب المستثمر الاجنبي الى داخل العراق. مو احنا خلينا نحكي عن مدينه الموصل. جذب المستثمر اليوم المستثمر اذا اجى لمدينه الموصل راح يكون يعني الايادي العامله راح نقضي على العطاله اللي موجوده في مدينه الموصل. المستثمر عندما يجي يلقي ارض خصبه للاستثمار ويكون تسهيلات من الحكومة المحلية وكانت الحكومة المركزية راح نشوف أنه طبعاً نبدأ ينسى أنا الشاب والخريج حتى اللي ما يقرأ ويكتب راح ينسى أنه يطلب مد العون من يد العفو للحكومة. فإحنا اليوم لازم نفعل القطاع الخاص بشكل قوي وجذب الاستثمارات إلى داخل المحافظة وداخل العراق. هذا يعني شغل واحدة من المعالجات الكبيرة واللي هي أهم 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 ما يكون من المعالجات بالاقتصاد العراقي اللي حاليا هو راكد. وللأسف يعني إحنا ما شاء الله بلد نفط وثروات وما بس نفط يعني من كل الاتجاهات من الزراعة تفعيل الزراعة الزراعة تفعيل عن طريق شنو إذا سمحت لي يعني حتى أستاذ مشتاق يكون داخل عن معانا. يعني شباب خريجين أكثر من كلية مهمة مثل الزراعة وهندسة ممكن نسوي لهم يعني نعطيهم مبالغ بقروض ميسرة دعم مشاريع دعم مشاريع أستاذ نسوي لهم مشاريع أستاذ نشغلهم بيها. يعني من حاليا المنظمات الدولية منظمات يسوي مشاريع مشاريع مصغرة دعم مشاريع مصغرة تعرف هذه يعني تجيب لك نتيجة تخلي الشاب أنه يشعر أنه عنده أمل. العراقي مبدع إذا كان له فسحة من أكو مجال وأكو دعم له العراقي مبدع. نعم. والله العظيم ما إحنا اليوم إحنا جاي نشوف قامات وجاي نشوف ناس جاي يعني هم عراقيين. إحنا نشوف بوكالة ناسا ومدراء مستشفيات بلندن وكالة ناسا بالولايات المتحدة الأمريكية. يعني إحنا هذا العراق وين ما يروح يبدأ مبدع العراق. وهذا السبب اللي الهجمة إذا تهيأت الفرصة طبعا اليوم إذا تهيأت فرصة لأي شاب عراقي طموح راح تشوف الفرصه انه ما راح يقف قدامه اي فضاء وان شاء الله ترجع حياته استقر. يعني بالتاكيد انتم شفتوا قصص كثيره مؤلمه. نعم ترجع حياته استقر استاذ ما شوف المجمع لا بالشيخانات ولا شوف بالافرع شباب تشتغل تنتهي. نعم طيب القصص اللي يعني ابرز القصص اللي شفتها حضرتك بالقديمه لا زالت بالذاكره موجوده. والله شفنا معاناه كثيره استاذ معاناه كثيره شفنا شباب بطالين قاعدين هسه اشوف هسه تقول قصد مو بس البطاله احنا نقصد بها قصص مؤلمه مؤلمه كعوائل عوائل استاذ تعبان عوائل. نعم اكو مؤلم ما عندنا حتى معيشه ما عندهم هذا خاصه يقول ايجار هسه اكو اهل املاك عندهم. نعم هسه ما عندهم دفع ايجار او 200 يبلغوا الثاني لازم يطلعوا. نعم يطلع اخوه يعينه يقول هذا الشهر ما لازم معاناه بالحق. نعم هسه اهم شيء هذول الايجارات مالهم يصعدون عليهم. أستاذ محمود الموصلي رمضان كريم عليك وعلى العائلة الكريمة. شكرا جزيلا عليكم. تعاونت معنا في إنجاز هذه الحلقة. إن شاء الله نشوفك دائما بخير وبركة ويعني الشعب العراقي دائما بخير إن شاء الله. شكرا جزيلا. الشكر لكم دائما موصول وعبر منبر الحرية والكلام الصادق قناة الموصلية اللي مواكبة وداعمة للشباب وداعمة للإنسانية حقيقة. يعني هذا وقناة الموصلية قناة البيت احنا نسميها دائما قناة كل بيت موصلي. وان شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الشعب العراقي والامن والامان والرخاء لهذا البلد ان شاء الله. استاذ مشتاق الجبوري
رمضان كريم عليك وعلى عائلة كريمة. شكرا جزيلا. أحبكم دائما على خير. بارك الله فيك أستاذ. الله يحفظكم. شكرا جزيلا. إن شاء الله الكرام حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة من برنامج شيخانة. تقبلوا تحياتي وتحيا زملائي في كادر العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.